حبايب ماما سناء يا مسكرين، طلعت امسي عليكم واصبح عليكم واقول لكم تعالوا اتفضلوا اتغدوا معايا. ايه رايكم في الحواوشي بتاع ماما سناء اللي عملته بالعيش بتاعها امبارح؟ بصوا يا حبايبي اهو، بصوا جماله، بصوا حلاوته، بصوا يا حبايبي، بصوا يا مسكرين، بصوا يا غاليين، بصوا الجمال والحلايه. ايه رايكم؟ انا طلعت اشارككم واقول لكم تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا. عملنا جلالنا ابراهيم انا وهو قاعدين لوحدينا اهو، لسه الشباب ما صحيش، قلت ايه تعالى انا اغديكم حواوشي سخنه اهو. ايه رايكم؟ انا وعدتكم انا العيش اللخبز واعمل منه حواوشي اقول لكم عليه. تعالوا اتفضل يا بناتي، انتوا واولادي وحبايبي، وكل يوم وانتوا طيبين وكل يوم وانتوا بخير، ويبارك لكم في اولادكم ويبارك لكم في زواجكم ويستر عرض الولايه كلهم. اللي عاوزه عريس يكرمها ربنا بالعريس، واللي عاوزه الدريه الصالحه يا بناتي يكرمها بالدريه الصالحه، واللي عاوزه يخوي لها بناتها يخوي لها بناتي، ويبارك لكم في اللي بين ايديكم ويرضيكم خير يا بناتي انتوا واولادك. ماما سناء تمس عليكم وتقول لكم يا مسططين يا غاليين كل يوم وانتوا طيبين، واولاد اللي في الغربه يصلح حاله يصلح حال امي لا اله الا الله يا حبايبي يا حلوين. فطلعت امس عليكم واصبح عليكم، وما تنسوش ماما سناء في الكومنتات والاشتراكات والسفليس. يلا عاوزاكم اكبر بيكم يا بناتي وكبروني. وصلت ال56 ألف، عاوزة ال100 ألف يا حبايبي. مالكم كسلانين ليه على ماما سناء؟ أنا مش عأمركم، أنا محبة لي منكم، أنا عشمانة فيكم يا بناتي أنتوا وولادي في جميع الدول. كل اللي تدخل على أي فيديو من فيديوهاتي تديني اللايك والاشتراك والسفليس يا حبايبي، والزراير الحلوين اللي جارهم ده لهم. ويلا اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في ماما سناء وايه رايكم فيا ومحبتي ليكم ومحبتكم لي حبايب ماما سناء.